مستعدين نعطيو التلقيحات هادشي مصالح المواطن، نحميو المواطن، وهادي مصالح المواطن كلشي تي زعما تي تيديروا لنا هادشي راه مصالحنا، ما غايديروش شي حاجه اللي غتضرنا. والحمد لله على كل شيء، ونحمده ونشكره، وكلو الضمير ديالو كلو تيقول ليه هادشي، يقول ليه راسو انا مستعد ندير تلقيح من غدا ان شاء الله، الا كان يديروا من غدا نديروا ان شاء الله، الا كان هو فاهم بالمقلوب يعرض راسو للخطر. انا بغى نحمي راسي، هي مستعد ندير تلقيح، علاش لا؟ ما حدهم سبقوا السلطات العموميه وعوان السلطه، ما كاين حتى مشكل، غادي نديروا تلقيح. ضروري غيكون يعني راه دازوا من مجموعه من المراحل باش فهمتيني، ما غاديش يجيو يقولوا لك راه كاين راه ما خدامش هادشي ولا يعني تلقيح هو باش نتخلصوا من الافه، هو ضروري. مدير نتفق معاهم من واحد الناحيه، يكون ما سبقوش السلطات فهمتيني، يعني يكون ما سبقوش السلطات العموميه والاطباء فهمتيني، يعني كل واحد عنده فهمتيني، كل واحد عنده الحريه ديالو، اي واحد اللي بغى يقولها يقولها، ما كاين حتى مشكل فهمتيني. وي مستعد ندير تلقيح باش عموما نخرجوا من هاد الازمه هادي، من هاد لاكريز اللي حنا فيها، والبلاد ان شاء الله تطور عاوتاني ويكون خير ان شاء الله فهادشي من هنا لقدام. وي جو بونس افيكاس باسكو السلطات اللي خرجات، وحنا مع السلطات يعني راهو ما عارفين، الا قالوا لنا ديروا لقاح غادي نديروه 100%. اخويا شنو غادي نقول لك، المساله كامله ما حد مخرجها السلطات، يعني راه مزيانه السلطات، ما غاديش تبغينا كنظن، ما غاديش تبغينا الشر. وي جو بونس باينه على شي حاجه صحيحه، حيت هما يخرجوا البلاد من هاد لاكريز اللي فيها، من هاد حيت المساجد مسجوده، ما فهمتي البلان، يعني طنطن باش يخرجوا البلاد من هاد الازمه هادي. مساعدين نديرو تلقيح، هو بقاش هو مزيان، الا جينا نشوفو بزاف ديال الدول اللي تعطونا تلقيح، بدات اشكاليه تيسولو على تلقيح جديد من بزاف ديال الدول، حنا مشينا للتلقيح من دوله اللي استعملوا بزاف ديال المواد، استعمل اولا داك التلقيح لوني في ايبولا، وثاني استعمل في الكوليرا، هي شركه اولا ديك الشركه بدات في التلقيحات ديال بزاف ديال الاوبئه، داكشي باش المغرب مشى عندها، ما مشيناش حنا للشركات الامريكيه، علاش؟ بقاش اول مره غادي يبداو في داك التلقيح، يعني من هاد النسبه غنتشكلوا بلا داك التلقيح اللي عطات اللي غادي تعطى اولا في المغرب هو تلقيح مزيان، علاش؟ بقاش شركه قديمه في هذا الميدان، ماشي شركه جديده، من الاحسن لينا نستجيبوا مع الدوله، بقاش تلقيح ما يمكنش، وانا تنكد وهو كتلقيح فعال، علاش؟ بقاش شركه قديمه في الطراز، يعني هي خدمات بزاف ديال اللقاحات بزاف ديال الاوبئه العالميين، بحال ايبولا راه افريقيا تقريبا راه ماتوا فيها بزاف ديال الناس، وداك الوباء جا فعال بزاف تنقضوا، يعني حنا الا بقينا تنقولوا داك اللقاح ماشي فعال، ممكن نقولوا ديال الولايات المتحده، علاش؟ بقى شركه جديده يلاه تنتج، باقي ما اختبروش، ديك الشركه عطات لقاحات وتختبروا وبانت الايجابيه ديالهم، داكشي باش المغاربه الا كان داك اللقاح يبان، اولا دوك التجارب المخبريه اللي داروا في المستشفيات راه على ثلاثه ديال الناس، ماشي اول واحد، يعني ثلاثة ديال الناس وتشكل واحد تقريبا بال المفعول ديالو على ثلاثة ديال الناس في ثلاثة ديال الأسابيع، يعني كون كان تيشكل خطر كون راه بانت الإشكاليات الخاصة ديالو، داكشي باش نقول المغاربة تتشوفوا الدولة، يعني هي ما يمكنش تعطينا شي حاجة اللي ما غاديش تفيد، وتتشوفوا دابا بزاف مشكل تقريبا مدينة بني ملال ما فيهاش بزاف ديال الناس مصابين، يعني نسبة قليلة، ولكن إشكالية بالمدن الكبرى، بحال طنجة والدار البيضاء الكبرى فيها بزاف ديال الأوبئة، بزاف ديال الناس اللي مصابين، داكشي باش خاصنا نتفاعلوا مع الدولة، وتقريبا هاد اللقاح هو راه معروف عالميا، ولا أي إنسان ممكن يمشي يبحث عليه ويشوف شنو توصل ليه العلم، تقريبا